يجي كولج مصر ونهاية كاس الأمم الأفريقية. أنا صراحة اتشليت من الماتش، الرجالة تعبوا. ما كانش مثلا ينفع نزعل في دقيقة 79، نلحق بقى نزعل كده قبل نهاية الماتش؟ لازم يعني فاضل 4 دقايق. مصر خسرت 2-1 في نهائي كاس الأمم الأفريقية، وناس عمالة تكتب يا فرحة ما تمت والكلام الطري ده. لو انتوا بتتفرجوا على ايجيكولوجي تبقوا عارفين اني مش معلق كرة، هما يا دوب كام فيديو علمي. فحلقة النهاردة مش هتختلف قوي عن اللي احنا متعودين عليه. الدقيقة 86 بعد مشاهدة المباراة في سؤال مهم لازم نجاوب عليه، ليه مصر خسرت؟ ونظرا لاني مش عارف اتكلم عن الاخطاء الكرويه او الافوار الكاميرونيه او الضربات الحره المصريه الغير واقعيه، فاحنا هنتكلم عن الاسباب العلميه، وبالعلم هنفهم اسباب الخساره الهزليه. شوف استخدمنا ايه ازاي في اخر كل جمله. يلا بينا. الخساره كان ليها عاملين، العامل الاول هما الجنين بتوع الكاميرون، والعامل الثاني عامل نفسي حقير، وكل عامل من دول فيه علم غزير احنا كشعب عربي محتاجين نفهمه ونبدا نطبقه عشان نمنع ان الحزن ده يصيبنا تاني. فخلونا نبدأ ونتكلم عن أجوان الكاميرون. في جونين جم في مصر في الماتش معروفة، والجونين نسبيا مش وحشين، بس الجونين مبنيين على قانون عندنا في الفيزياء اسمه The Conservation of Momentum. القانون ده بيقول لك الآتي: المومنتم أو قوة الدفع هي حصيلة ضرب الكتلة في سرعة الكتلة. فلو عندي حاجة وزنها كيلو وماشية بسرعة 10 متر في الثانية تبقى المومنتم 10. قانون الكونزرفيشن اوف مومنتم ده بيقول لك ايه؟ لو حاجتين اصطدموا ببعض، مجموع المومنتم قبل الاصطدام لازم يبقى نفس مجموع المومنتم بعد الاصطدام. فلو عندنا جسم وزنه كيلو وماشي بسرعه 10 متر في الثانيه وخبط في حاجه وزنها 2 كيلو وثابته، لو الجسم اللي وزنه كيلو وقف بعد الاصطدام، سرعه الجسم الثاني لازم هتبقى 5 عشان مجموع المومنتم قبل وبعد الاصطدام يبقى هو هو. ده بقى ايه علاقته بالاجوان اللي دخلت؟ اقول لك. خلونا نبص على اول جون مع بعض. اللاعب الكاميروني نيكلس جري بسرعه مهوله عشان يضرب الكوره، ولو افترضنا ان الكوره ثابته للتبسيط هنلاقي ان اجمالي المومنتم في الحاله دي هي سرعه اللاعب في وزن اللاعب. سرعه اللاعب المتوسط اللي عايز يجيب جون حوالي 7 متر في الثانيه، وزن نيكلس حوالي 77 كيلو، يعني اجمالي المومنتم لو ضربنا الاثنين في بعض حوالي 500. بعد الراسيه بتاعته نقدر نفترض ان سرعه نيكلس بقت صفر في اللحظه دي، وده معناه ان المومنتم كله راح للكوره. لو وزن الكوره نص كيلو تبقى السرعة بقت حوالي 1000 متر في الثانية. سرعة الصاروخ اللي بنبعته للقمر على الأقل 8000 متر في الثانية. الحضري أو ما يعرف بالسد العالي بشر، ورد الفعل عند البشر متوسط سرعته حوالي ربع ثانية، وخلال الربع ثانية دي الكرة أصلا اتحركت خلاص، فاستحال الحضري مهما كان سد إنه يصدها. طبعا في افتراضات كتير إن الكرة ثابتة وإن سرعة نيكلس بعد ضرب الكرة صفر، وبرضو افترضنا إن مفيش احتكاك أو air resistance، والافتراضات دي للتسهيل فقط، ولكن تظل الأرقام تشاؤمية جدا حتى في الحالة الواقعية. طب والحل؟ لو المدرب بيتفرج على الحلقة دي كان عارف ان الطريقة الوحيدة لتقليل المومنتم هي تقليل سرعة نيكلس، فبدل ما حجازي ينط عشان ينقذ الكرة كان اولى انه يقف ويحاول يبطئ في سرعة نيكلس، فلما يبطئه سرعته هتقل فالمومنتم كله هيقل وبالتالي سرعة الكرة النهائية هتقل، ويقوم بقى السد العالي اثابه الله يعرف يصدها. ومهم التبطيء نيكلس دي مش حاجة سهلة. دراسة في 2008 على ناس لون بشرتها غامق، ناس سود يعني، هو مش عايز يقول كده عشان بقى الناس بقى تقول ريسست بقى، بس احنا كبرنا على الكلام ده. اثبتت ان الميلانين اللي بيخلي لون البشرة يبقى غامق عندها القدرة انها تحول الطاقة الضوئية لطاقة يستخدمها الجسم. يابا انت عندك محركات في قلب الملعب، ما ينفعش نستهتر بالموضوع. ونفس موضوع الكونزرفيشن اوف مومنتم ده حصل في الجون الثاني، بس المرة دي بين الرجل الواد ابو بكر والكورة. العامل الثاني هو العامل النفسي، وده مش محتاج كلام كتير. في 2009 في دراسة اتعملت من الايكونوميك اند سوشيال ريسيرش كونسل، الدراسة دي كانت على طلبة، وكانوا بيشوفوا الضغط بيأثر ازاي على أداء الطلبة، والنتائج كانت إن لما الطلبة كانت مضغوطة نفسيا أدائهم كان أسوأ، كانوا بيتشتتوا أكتر، وكانوا بياخدوا وقت أكتر في حاجات بسيطة زي القراية، وده مش في ملعب كوره في بلاد غريبه. فمع اول جون للكاميرون الواحد متخيل الحاله النفسيه اللي اللعيبه كانت فيها. هارد لك للمنتخب والله. ونحب احنا كاداره برنامج اننا نتوجه برساله خاصه لمدربين الفرق الكرويه، خلي بالكم من العلم ورا الخساره، لانه مش من النصيحه انك تخسر بسبب حاجات تافهه زي المومنتم والضغط النفسي. ونناشد ايضا الساده المشاهدين انهم يدوسوا شير عشان نوصل للمنتخب المصري ان الخساره مش بسببهم، انما قوانين الفيزياء والعامل النفسي الانساني هم اللي نوجه اليهم اصابع الاتهام. وشكرا. اوفر قوي. وكالعاده لازم ننور الضلمة. Peace out.